بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة إزاي؟ الناس دي عايشة إزاي؟ بالمناسبة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا لا، أنا هقول لكم كلمة صعبة قوي، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر رفح مفتوح على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان. أدي الحكاية. طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متأكدين من ده وأنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول، ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. إحنا ما بنعملش كده، إحنا ما بنعملش كده.